موت الفنان فتح الله المغاري وهذه هي الأسباب. إليكم التفاصيل. فقد أعلنت وسائل إعلام رسمية مغربية مساء السبت وفاة رائد الأغنية المغربية الفنان فتح الله المغاري عن عمر ناهز 82 عاما، وسط حزن شديد على المشهد الفني والثقافي في البلد المغاربي. وقد تم نقل الفنان المغربي فتح الله المغاري إلى مستشفى العسكري بمدينة الرباط بعد إصابته بنوبة قلبية حادة خلال الأيام الماضية، لكن الأطباء أعلنوا وفاته رسميا خلال ساعات مساء السبت. ويعتبر فتح الله المغاري من رواد ومؤسسي الأغنية المغربية، حيث بدأ مسيرته الفعلية في الفنون بعد الاستقلال، وغنى كثير من الفنانين من كلمات وألحان فتح الله المغاري، منهم لطيفة رأفت، عبد الهادي بالخياط الذي أدى من كلماته أغنية في قلبي جرح قديم. وقدم المغاري خلال مشواره الحافل العديد من الأعمال الفنية التي ما زال الجمهور المغربي يتغنى بها، منها أغاني كتب كلماتها مثل ضاعت لنوارة، صنارة وغيرهما. وقد خلفت وفاته فتح الله المغاري حزنا كبيرا وعميقا لدى جميع المغاربة.